الأداء التأنيثي والإرهاب، الأيادي الناعمة ملطخة بالدم، رقة في الصوت وحياء في التصرف وملامح مقترنة بالبراءة، صور ذهنية مكتسبة عن المرأة، وهن ناجحات ذكيات يزاحمن الرجال في سوق العمل ويدعون للمساواة، فينتصرن ويتفوقن ويحصلن على أعلى المناصب. من بعيد وباتساع الصورة تبدو أعمال بشعة كهذه فعلاً ذكورياً، لكن وبشيء من التدقيق في الصورة فإن الأفكار المسممة لا تعرف الجندرية، ومتى تسللت فكرة سوداء للرأس فإنها لا تفرق بين رجل أو امرأة. لذا وربما لانطباع غير صحيح، فإن قادة الإرهاب صنعوا من المرأة ستاراً للتخفي في أعمال إرهابية، وشيئاً فشيئاً تماهت المهام بين الواقف خلف الستار ومن أمامه لتصبح مشاركة باليد في صنع الموت. فهذه انتحارية، وتلك فجرت قنبلة، وأخرى في خلية نسائية إرهابية، تتساوى في ذلك المرأة العربية والغربية. في عام 2011 جلس خبراء في مجلس الأمن والتعاون بأوروبا على طاولات نقاش مطولة، حذروا من الافتراض بأن النساء لا يعتبرن إرهابيات محتملات اعتماداً على الطابع البريء غير العنيف. دعوا آنذاك إلى التوعية بوجود راديكالية إرهابية لدى بعضهن، ووجهوا بضرورة المساواة بين الجنسين ليصبحن أكثر ثقافة وتولياً للمناصب القيادية، لما لهن من دور في مواجهة التطرف تماماً كالرجل سواء بسواء. فهل ستكون هناك آلية لمنع السيدات من الولوج إلى عالم التطرف؟